هل حطينا خريطة المحافظات في الحوار الوطني واتكلمنا والخريطة تحت ايدينا، نسب التعليم ونسب التسرب ونسب طبعا طبعا حطينا الإحصائية دي موجودة وموجودة. احنا عندنا كم مدرسة حكومية وعندنا كم مدرسة خاصة، عندنا كم معلم بيشتغل في التعليم العام وكم مدرس بيشتغل في التعليم الخاص، عندنا كل الإحصائية اللي بتقول احنا ماشيين على أنهي اتجاه. تمام. النهاردة احنا بنطلب دعم المعلم، المعلم يهمنا جدا 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 ايوه لأنه هو آلية التعليم. لا يعني ما نقدرش نقول عندنا آلية تعليم بدون معلم. صحيح. فطالبنا بدعمه وزيادة معاشه وزيادة حوافزه، وخصوصا المتدربين اللي شغالين في التطوير دول ليهم حافز شهري وليهم يعني مبالغ إضافية على مرتباتهم، لأن ده المدرس اللي أنا عايزة أحافظ عليه وعايزاه يكمل معايا. طب نروح للتعليم الفني؟ هنروح للتعليم الفني، بس أقول حاجة مهمة أوي اتفضلي. للمعلم. المعلم لو أنا حتى مش قادرة أديله النهاردة الماديات اللي تكفيه، لازم أديله المعنويات اللي تسعده. تمام. يعني لازم أدي للمعلم قيمته ومقامه في أنه يكون شخص قم مهم. للمعلم تبجيلا، قد كاد المعلم أن يكون لازم رسولا. لازم يعني أنا لما أشوف أن المعلم دوت واخد مكانته الاجتماعية السليمة ومدياله قيمته اللي يستحقها، صدقيني هتفرق كتير معايا جدا 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 بجانب الماديات، لكن دي أهم من الماديات. تمام. احنا طول عمرنا بنقدس ونحترم المعلم.